العمر بيمشي بلحظة وإحنا عالهم بنمشي، وما بين اللحظة واللحظة كل من الدنيا بيمشي، وبندقر أكثر على الغلطة وهذا للسر بيفشي. واحد تيجيه الجلطة واحد بالكذب بيرشي، إن صبحنا أو مسينا كله رايح من عينينا. لا تظلم أو توكل حق أو تقطع حبل مودينا. هذا من الورث بينهب حق البنت اللي مربينا، ما خاف من عقاب الرب وبيجي بكرة يصلي فينا. وهذا يسب وهذا يدب ما خلوا كلمة واسينا، وكله من الدنيا رايح. يا خالي كثر ملايح، تحلى الدنيا يروق الجو، خلي الصالح وانسى الطالح. خالصة، خلي الصالح وانسى الطالح. لويش لويش لويش، يعني الدنيا كلها رايحة، الدنيا رايحة. بتعرف حدا تخلد هون على الأرض؟ ما فيش. إذا بتفكر بفلسفة الحياة وطبيعة الحياة اللي موجودة على الكرة الأرضية ودورة حياة الإنسان، أنت بتعرف كعاقل، حتى الولد الصغير بيعرف أنه اللي بيجي بده يروح هون في الدنيا، اللي بيجي بده يروح. وإذا أنت أدركت هاي النقطة راح تغير فيك شغلات كثير. أنا ما بقول أنه إحنا البشر يعني لازم نكون مثاليين، مستحيل مستحيل امبوسيبل. عشان ما تفهمنيش غلط وتقول أبو أحمد بضرب مثاليات، لا أنا بحكي هيك عشانك وعشاني. ما فيش فينا واحد كامل، كلنا عندنا أخطاء وكلياتنا إن سوالفنا وسلبياتنا. بس لابد يجيك لحظة زي هيش، اللحظة اللي بتمر أبو أحمد هذا هسه كتبتهن الكلمات هاي، هسه كتبتهن، بفكر بالدنيا. ها والله بخاف، أنا بخاف، حياتنا قصيرة، وبخاف من الموت، وبخاف من الشغلات المش كويسة اللي بتصير للبني آدم بالدنيا، وبتعلق بس برب العالمين وبرحمة رب العالمين. حياتنا كلها هم وغم وأسى، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. بس يعني بدك تحاول قدر الإمكان تريح نفسك. أنت إذا فطرتك سليمة وقويمة وبتدرك شو اللي بصير بالدنيا، بتحاول أقل ما فيها تخلي حياتك كويسة. الناس بتختلف، بتختلف في كل شيء، تصرفات، في السلوك، في الكلام، الحالة المادية، في الحالة الاجتماعية، في الظروف، في المآسي، في الابتلاءات، في النعم، تختلف. الظاهر إليك طبعا إنها بتختلف. أنت حاول قدر الإمكان تكون كويس، تكون كويس مع الدنيا اللي أنت عايش فيها عبين ما تنتقل إلى الآخرة، وتكون كويس مع الناس اللي عايش معهم. لما تكون كويس مع الناس اللي عايش معهم أنت بترتاح ترى، مش يعني أنت مش عشانهم، عشانك ريح نفسك، أنت عشانك ريح نفسك. أنا إيش بقول؟ والله كله من الدنيا رايح، ويا رايح كثر ملايح. صح ولا لا؟ تعال تأخرت عليك، والله لا تزعل مني. وينك أنت؟ لا تزعل مني، خلني أتكتكن أحط لك إبريق الشاي. وين المنصب راح؟ هذا شايف المنصب يا أخوان؟ المنصب هذا اللي بحطه، لا إله إلا الله. راح أوي أزحلقنا. شو مجيبه لهون؟ شو مجيبك يا سيدي؟ هو محلك يعني، ها نعمل هسد نقعد نعمل مشاكل معك، بعدنا بنسولف نحسن العلاقات مع بعض ومش عارف شو. يا زلمه الله تجيب لي اياها. قديش واحد ظلم واحد، وقديش واحد خدع واحد، وقديش واحد نصب على واحد، وأكل ديني وأكل حق وظلم وشهد زور. قديش ناس أكلوا ميراث خواتهم ولا أمهاتهم. لويش؟ زي ما الدنيا رايح،
رايحة زي ما بقول لك، إذا أنا غلطان قول لي، إذا صبحت اليوم بجوز ما تمسيش، وإذا مسيت بجوز ما تصبحش. من لم يصبح وجه الموت مساه، خالصة. على القليل زبط أمورك، زبط أمورك مع نفسك، مع اللي حواليك، مع الدنيا اللي أنت فيها. لا تظلم يا زلمة، ظلم الناس مش لايق، أو تأكل حقوق الناس ها أصعب شيء. ونازل لي تسب وتدب وتصفط حكي ومش عارف شو وتضرب يعني دير بالك. أنا هذا الحكي بحكيه لنفسي، أنا بخاف من الأمور هاي بصراحة، وبحسب لها حساب وبفكر فيها كثير. وأنا لأني بحبك بشاركك هاي يعني الفكرة والحكي هذا اللي قلته أنا. والله إذا فاضيت أشرب معي كاسة شاي وروق حالك. أنا بدي أشرب كاسة شاي وروق حالي، خلاص هيك بكفي. يغلي أنت الثاني يعني، كمان شكلك حزنت على السوالف كمان أنت. إحنا بنسولف للناس، أنت شو دخلك؟ أنت مريح. بسولف لنفسي طبعا عشان ما حداش يقول لي بتنظر عليه. ما بنظرش أحد، أنا بنظر على حالي. هذا الحكي إلي، كل الحكي اللي حكيته بحكيه لنفسي أولا، لأنه أنا عندي مشاكل وعندي سوالف الطرمة كمان. شو بتفكر؟ مش حدا كامل.